شباب حياكم الله وين ما تكونون. اليوم موضوعي على مود الشريط الذهبي. الشريط الذهبي هذا يجي بيه عواج. لو سمعت تعتيد شو بده رخصتك على البعوض. شو ايش قد بين طوال الداخل. بين طوال الداخل. هذا كله شوف طوال الداخل. هايني؟ فعندي طريقة نقدر نعدله. يلا تعالوا وياك. هاي دي كرتونة انقع على قدي او اكثر بكيف تنقع. نقعت هذني هن عندي. شوف الحناء مالته. شوف العواز مالته ايش قد. فهسه نروح سوية. نروح شوف طريقة شلون نبدي نعدله بشكل مستقيم وياك. شباب هالطريقة على مكان انا احدي بغير مشتمل الثاني كملناه بقى بس الارضي. فنصفطه بهالطريقة هاي. حتى لو شي فوق شي. هاي الكمية اللي احتاجها هاي احتاجها. الكمية اللي احتاجها واخلي ثقل فوق هسه وتبقى تقريبا عندي من ساعتين الى فوق او اذا في اثبات بعد احسن عمود يعدل عندك الاستقامه مالته. الافضل تبدي وجه على وجه تحطون وجه على وجه يعني وجه هاي على الثانيه. شو الفتحه اللي بيناتها هاي الفتحه. فهاي نقلبها هالشكل نفس الطريقه نقلبها عمود. نحتاج الفراغ اللي بيناتهم عمود من يصير ضغط عليهم على الطريقه. من يصير ضغط شوف من يصير ضغط من النص تعدل. شوف هاي عدالتها هذا العواج اللي بيناتهم. فشو اسوي؟ اجيب هاي السيراميك خلي فوقها واخلي ثقل او اذا عندك فخات فخات مال نجاره كل الناس تعرفها فخه ونخلي قال انا عندي فخات بالبيت حاليا بس انا اخلي ثقل اي ثقل قوي يصير عليها وتعدل من حوالي من ساعتين او ثلاث بيتها براحتك. تحياتي.